بطولة غرب آسيا لفئة الشباب تحت 23 عام. هذا الملعب اللي يتسع ل 15,000 متفرج، لكن بالمدرجات الخالية في هذا المساء. المنتخب الأردني في مواجهة المنتخب العماني، نعم الأحمر العماني في مواجهة منتخب النشامة من ضمن بقيادة الحكم يحيى الملا. الصورة التي تكون على السيد أحمد هايل أحمد إبراهيم النشامة، وعين أخرى على بيسيتش المدرب الحاضر في هذا المساء مدرب المنتخب العماني. طبعا عمان عزيزي المتابع من خلال الفترة الماضية والأيام القليلة الماضية، عائدة باتجاه بوجبا. هذا هو محمد بورزيك، عدى محمد بورزيك، يتقدم يسدد بمسافة بعيدة، يا سلام، وتصدي يحضر من حارس المرمى إبراهيم. أخطر فرصة، أخطر فرصة بعد مرور 29 دقيقة تظهر عن طريق الفنان محمد بورزيك اللي سدد كرة تصدي حارس المرمى، لكن هذه محاولة، يا سلام، على كرة في الخط الأمامي ولكن عدت إلى ركلة ركنية. منتخب الأردني أفضل، منتخب الأردني أفضل في هذه الفترة، تسديدة قوية كانت حاضرة وتصدي ولا أروع ببراعة للحارس إبراهيم. كرة ترسل عالية داخل المنطقة، تسديدة تحضر مرة أخرى وحارس المرمى تصدي من جديد، ولكن هنالك راية، هنالك راية. شوف الكرة اللي كانت حاضرة من مسافة بعيدة، تسديدة من مسافة بعيدة وتصدي حارس المرمى، وبعد ذلك هنالك راية حاضرة. خطأ لمصلحة المنتخب العماني في هذه الفرصة، كرة ملعوبة عالية راسية خطيرة، جول، جول للمنتخب العماني. أخيرا الحلوى العمانية تظهر، نعم الحلوى العمانية تظهر، والأحمر العماني يتقدم عبر نتيجة المباراة عن طريق المدافع عيسى صاحب الرقم 2 من كرة، نعم تحدثنا إنها خطيرة، حضرت بشكل ممتاز من قاسم للناحية اليسرى باتجاه عيسى اللي وضعها في مرمى المنتخب الأردني. هذه الكرة اللي كانت حاضرة بشكل مميز، بعد ذلك راسية البلوشي، راسية البلوشي عبد الله البلوشي اللي كانت باتجاه عيسى، وضعها عيسى وأعلن التقدم لمصلحة المنتخب العماني. أخيرا يحضر الهدف، أخيرا يسجل الهدف، أخيرا أتى الجول الأول لمصلحة عمان. المنتخب الأردني هل من ردة فعل من خلال سيد يحيى؟ أصبحت قريبة جدا، نعم قريبة جدا، صافرة حكم المباراة تحضر في هذه الأثناء بتقدم المنتخب العماني 1-0 للمنتخب الأردني. من ملعب مدينة الأمير سعود صافرة حكم المباراة هي ننتظر انطلاقتها بعد هذه الثواني، نعم تنطلق في هذه الأثناء، في هذه الأثناء كرة ملعوبة عالية، تدخل، تدخل يحضر، كل السلامة لحارس المرمى اللي يشكو من إصابة. حارس المرمى إبراهيم بعد اشتراك كان حاضر في الكرة الماضية، تدخل اللي كان موجود مع اللاعب شوقي غسان، كان أحد الأندية القوية من خلال منافسات الدوري السعودي. محاولة خطيرة، هذه الكرة خطيرة للمنتخب العماني، وتسديدة حضرت لكن عدت هي إلى
ركلة مرمى. صفرة حكم المباراة، خطأ بطاقة صفراء ومن ثم بطاقة حمراء. بطاقة حمراء على قاسم، بطاقة حمراء على قاسم يطرد في هذه الأثناء بعد الإنذار الأصفر الثاني. لاعب قاسم تدخل اللي كان حاضر على يزن النعمات. نعم، بعشر لاعبين هل يمكن بأن يكون قادرا بأن يحصل على ثلاثة نقاط وانتصار أول؟ لكن محاولة، فرصة خطيرة هذه للمنتخب الأردني، خطار اللعبة ولكن تحولت إلى ضربة مرمى، تحولت إلى ركلة مرمى. دوري الكرات المتبادلة الحاضرة من قبل لاعبي المنتخب الأردني، لكن حان موعد التعادل، 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 ولكن التغطية الدفاعية. التغطية الدفاعية. هذه الفرصة، هذه الفرصة، هذه الفرصة اللي كانت موجودة للمنتخب ما زالت الأمور مستمرة 1-0. المنتخب الأردني لا يهدأ له بال، لا يهدأ له بال إلا أن يسجل هدف التعادل. تسديدة كانت حاضرة عدتية إلى ضربة مرمى. نعم، هداف بطولة الدوري اللي كان حاضر في الشوط الأول. كرة ملعوبة عالية راسية عدتية إلى ضربة مرمى. الأردن تمتلك جيل. عمان أصبح الوقت قصير للحصول على ثلاثة نقاط أولى من خلال هذه المجموعة. كرة تلعب راسية، التعادل، التعادل، غريبة، غريبة، وهو ماذا يحتسب حكم المباراة؟ غريبة اللعبة الماضية، فيها تسلل، فيها تسلل وفيها براعة تصدي وفيها حضور قوي وفيها وجود جيد. شوف الكرة، شوف الكرة، اعتلى فوق الجميع هادي الحوراني، ضرب كرة براسه، بعد ذلك العارضة، العارضة الأفقية لي مرمى الحارس إبراهيم، أنقذت عمان وأنقذت لاعبي المنتخب العماني. لكن كانت حالة تسلل على صاحب الرقم 21 اللاعب عبد الله، محاولة عمانية وتسديدة تحولت سهلة تماما لحارس المرمى. سهلة